بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال من أحد الإخوة يقول: سيدي إذا تكرمتم كيف أتدبر القرآن؟ ما هو التدبر؟ الآن مأخوذ من دبرة يعني خلف، يعني أنت تقرأ الآية، أنت تقرأ الآية، ماذا وراء الآية؟ ماذا تستفيد؟ ماذا ينعكس عليك من جراء تلك الآية؟ هذا هو التدبر في اللغة. تقرأ القرآن ثم بعد ذلك ما هي النتيجة التي تنعكس عليك من خلال ذلك؟ ماذا تحصل بعد أن تقرأ تلك الآية؟ عندنا في القرآن مستويات. هناك مستوى عام يستفيد منه كل مسلم ما دام فقه الكلام العربي، وهذا من عجائب القرآن التي لا تكون في غيره. لا تستطيع أنت أن تخاطب الناس جميعا بكتاب متخصص يقرأه كبير المختصين والصغير وعامة الناس بآن واحد، هذا لا يكون. يعني الآن مثلا إذا أتينا بمقررات الدراسات العليا التي ندرسها في مرحلة الدكتوراه، ثم أتينا بها لندرسها لطلاب السنة الأولى، لن يفهموا شيئا، ويكون هذا من الظلم بمكان لهم. طيب، أو العكس، آتي لطلاب الدكتوراه وأدرسهم منهاج الابتدائي، هذا يكون من الظلم. لماذا؟ لأن هناك مستويات. القرآن العظيم حقق هذه المعادلة. فالتدبر العام الذي هو لكافة الناس، تسمع إلى كتاب الله سبحانه، تصغي إلى كتاب الله، أمرك بأمر افعل هذا الأمر، نهاك عن نهي تنتهي. يعني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن تسمع وتطيع، أقيموا الصلاة، حاضر يا رب، لا تحتاج إلى كبير بحث، آتوا الزكاة، حاضر يا رب، نهاك لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشا وساء سبيلا، سمعنا وأطعنا، اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم، قد نقصر في مثل هذا، قد نتساهل في بعض الأحكام. تأتينا أوامر قرآنية تقول ماذا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار لمن؟ لنا نحن حينما عصينا وقصرنا في بعض الحقوق والواجبات، فالاستغفار واجبنا. إذن التدبر العام لعامة الناس هو فهم الخطاب المباشر والاستجابة له مباشرة، وكل ما أكثرت من هذا القرآن ففكر فيه، تأمل فيه، استجب له، حتى لا تكون ممن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، حينما يقول ألا لعنة الله على الظالمين وأنت من الظالمين، وأنت تقرأه صباح مساء، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنت تأكل أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا أموال اليتامى وأنت تأكل أموال اليتامى. وأذكر حقيقة يعني حالات يعني رأيتها، أناس حقيقة ولا أبالغ، هو في الصف الأول لا يصلي إلا في الصف الأول، وهو ممن يدمن قراءة القرآن صباح مساء، في كل وقت يقرأ القرآن، هذا رأيته بعيني. ولكن حان وقت الزكاة وأنا كنت شابا حدثا، يعني في بداية طلب العلم، طالب في السنة الأولى في الجامعة، حانت الزكاة على أخينا هذا، رجل ثمانيني، أنا والله كنت أظنه فقيرا، ما كنت أظن أنهم الأغنياء، لأنه كان يعني يعيش عيش التقشف وهكذا، ويعني زهد غريبة، ليس زهدا لا، إنما يعني شح غريبة. جاءني سألني، قال أريد أن أدفع الزكاة لابنتي. قلت له هذا حرام لا يجوز، ابنتك إذا كانت فقيرة أعطيها من مالك، أنت غني، ما كنت أعلم أنه غني أنا حقيقة كذا.
قال لا. طب إذا كان ولا بد إذا كان زوجها فقيرا أعطها لزوجها. قال لا يعجبني زوجها لا يحبه، يريد أن يعطي لابنته بالذات، يريد أن يحتال على دين الله ليعطي ابنته. قبل أن أعلم أنه غني ابن أخ له، يعني هذا عمه، قال لي فلان، قلت والله هذا فقير. قال لا أنت الفقير. قال كيف؟ قال عنده دكاكين وأموال، ومن أجرة الدكاكين آنذاك هو قال لي المبلغ، يعني بالضبط قيمته 20,000 دولار سنويا فقط يأخذها من أجور المحلات والدكاكين التي يؤجرها. طيب قلت هذا إنسان يحتال من أجل أن لا يدفع الزكاة، شيء غريب. هنا خلل في التدبر، لأنه يقرأ القرآن دون أن يستفيد منه شيئا. قراءة القرآن ينبغي أن يكون خطابا مباشرا لك. لذلك الصوفية ماذا يقولون؟ يقول هذه مجالسة لله، الله لا يجالس، الله لا يجلس حتى يجالس، ولكن هذا مجاز، هذه مشاكلة لفظية، أنا جليس من ذكرني، يعني أنت تجلس تذكر الله تعالى فكأنك مع الله سبحانه وتعالى. فالخطاب يأتيك من الله مباشرة، يأتيك من الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان فاسقا، كان مسرفا على نفسه، كان قاطع طريق، كان لصا، سمع القرآن فتغيرت حاله لصفاء نفسه، لفهمه الخطاب. يعني قصة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تروى أن هذه سبب توبة الفضيل بن عياض، وأنه كان يذكرون يحاول أن يتسور ليسرق جماعة من الجماعات، وهو كان قاطع طريق الفضيل. جاء فسمع القارئ في البيت يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، في حال الصفاء وإنسان صافي يفهم الخطاب العربي، يعني عتاب من الله، يا عبدي يعني ما أن أن تتوب إلى الله سبحانه أن تكون من الخاشعين. فصار يصرخ ويقول بلى يا ربي قد آن، قد آن، آن زمان التوبة. ويذكرون أنه حينما خرج رأى أناسا يتكلمون في الليل، هل نسافر أو لا نسافر، نحن نخشى على أنفسنا. يقول احذروا الدعار قاطع الطريق الفضيل بن عياض، فالأفضل أن تناموا في هذه المنطقة الخربة حتى يطلع الفجر، ثم ترحلون بعد ذلك خشية الفضيل بن عياض. هو يسمعهم هكذا، فقال لا أنا أؤمنكم، أنا أخذكم إلى بر الأمان وأوصلكم، ورجل معه سلاح ومعه كذا وقوي. قال فمشى معهم حتى أخرجهم إلى بر الأمان. قالوا من أنت؟ جزاك الله خيرا. قال أنا الفضيل بن عياض، أنا الفضيل بن عياض. هذا الإنسان في ساعة صفاء سمع خطاب الله تعالى فتغيرت حاله. إذن كلكم ذلك الرجل، كلكم عليه أن وكلنا علينا أن نستمع إلى أن الخطاب من الله لنا. هذا هو التدبر العام، تستمع وتجيب، سمعنا وأطعنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله قال لك تقول سمعنا وأطعنا، تجد فيه الأمر تقول حاضر يا رب، النهي تقول حاضر يا رب، تجد القرآن يندبك إلى فضائل افعلها، يندبك إلى استغفار استغفر، إلى قيام الليل قم الليل حسب الطاقة، إلى يعني الصدقات، إلى وهكذا. هذا هو التدبر العام. التدبر الخاص هذا الذي يكون لأهل العلم و لأهل الاختصاص، وهم درجات في هذا. التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى تبدأ بتعظيم كتاب الله، وهذا عام للجميع طبعا، تعظيم يعني مطلوب، تعظيم ذات الكتاب. وكلما انتشرت العلمانية ابتعد الناس عن التعظيم. يعني أذكر وأنا صغير كان المصحف يعلق في مكان خاص حتى لا يوضع مع الكتب،
وفي علاقة خاصة مزخرفة مزركشة. يذكرون قصة عن عثمان غازي والد العثمانيين أنه دخل في بورصة ضيفا عند بعض الناس فوجد المصحف معلقا لم يستطع أن ينزله ولا يوجد مكان ينزل فيه القرآن، والقرآن هكذا في مكان مرتفع، فبقي واقفا هكذا وقفة الجنود. وفي عند عثمان غازي الآن يجددون، يأتون بجنود عثمانيين بهيئة العثمانيين يقفون نفس الوقفة حقيقة حقيقة، يعني أكثر من مرة حينما قبل أن أعرف وضع هؤلاء الناس كنت أظنه عبارة عن تمثال، كنت أظنه عبارة عن تمثال لا يتحرك أبدا حتى العين لا تتحرك، هذا رأيته. ها فيبدو أنهم يحاكون هيئة الحرس العثماني في الزمان الماضي، يعني يقف هكذا وقفة الجندي، بقي عثمان غازي من إلى الفجر وقفة الجندي باحترام لكتاب الله سبحانه وتعالى. العقلية الوهابية والعقلية العلمانية يهزأ، يقول إيش هذا، هذه قلة عقل هكذا، ها لماذا، يقول ورد ولم يرد. العلماني يقول ما هذا، يعني ليس عندهم التعظيم. ولكن المسلم خاصة الصوفي مثل هذا عثمان يعلم ماذا يفعل، هو يعظم شعائر الله، الله سبحانه وتعالى عظمه مكافأة له، الجزاء من جنس العمل، صار مؤسسا لدولة دامت قرون عديدة، ستة أو خمس أو ست قرون دامت هذه الدولة التي انتشرت وهي أعظم إمبراطورية ربما في التاريخ الإنساني. تبدأ أنت عام أو خاص بتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه الطهارة الكاملة لقراءته، ومن تعظيمه استقبال القبلة. هذه ليست قضايا شكلية، هذه قضايا لها أثر، وخير المجالس ما استقبل فيه القبلة. تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، تعتقد أن هذه الرسالة جاءت من الله سبحانه وتعالى، لا تنشغل بغيره أثناء قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تهتم بكتاب الله على مستوى الحرف، على مستوى الحرف، لأن كل حرف من كتاب الله عدا الأجر الذي فيه فيه معنى، سيختل الكلام إذا ما تغير ذلك الحرف. تصغي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بأعماقك بكلك، تنتبه إلى الرسالة التي جاءتك من الله سبحانه وتعالى إلى السطور وإلى ما وراء السطور. يبدأ الأمر بالتحليل اللفظي، كل طبعا كلمة لفظ لا يستحسنها العلماء فيقولون نظم، ولكن قلت لفظ لأن هذا الشائع عند الناس، فكلام الله يقال نظم، يعني مثل الزمرد والزبرجد والياقوت، يقول فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. إذن هذا النظم البديع تبدأ منه، كل كلمة كأنها جوهرة. طبعا السنة جاءت بأن كل حرف تقرأه فيه أجر، اتفق العلماء على أن هذا القرآن أنت متعبد بتلاوته، يعني مجرد تلاوة القرآن عبادة، فأنت بتفرغك بقراءتك بتأملك أنت في حالة عبادة، ثم تقوم بتحليل الكلمات. هناك آليات، النحو، الصرف، البلاغة، والبلاغة بعلومها، هناك فقه اللغة. النحو لابد أن تنطق الكلمة نطقا صحيحا، لأن أي خلل فيها سيفسد المعنى. الصرف مادة الكلمة، هذه بنية ذات الكلمة. القاسطون المقسطون، القاسط قاسطون كانوا لجهنم حطبا، المقسطون إن الله يحب المقسطين، ما الذي حصل هنا؟ المادة واحدة، مادة قسطة. تتأمل
فيقول لكن لا، هنا همزة الإسقاط يعني أقسط أي أزال القسط الذي هو الظلم، على كلام طويل في هذه المسألة. من أين جاءت هذه الكلمة؟ الكلمة القرآنية من أين جاءت؟ ما تاريخ هذه الكلمة؟ كل كلمة لها سجل، سجل طويل. هناك كتب اختصت بهذا الشأن، مثل معجم مقاييس اللغة، مثل مفردات غريب القرآن، يعطيك سجل الكلمة وتاريخ الكلمة ومن أين جاءت هذه الكلمة وما الأصل في استعمال هذه الكلمة. فيقول لك عذاب، العذاب مأخوذ من عذبة. ما معنى عذبة؟ يعني حبسة، ومنه الماء العذب. لاحظ لماذا عذب؟ لأنه حبس عن مصدره وصار في وعاء، يعني صار صافيا. لماذا؟ لأن الرواسب نزلت. فالعذاب فيه حبس، إذن حيثما يسمع كلمة عذاب هناك حبس. حشرة، والحشر لأول الحشر. ما هو الحشر؟ كلمة حشر. وأيضا في عندنا شيء اسمه حشرة، هذا الحيوان. قال لماذا حشرة؟ الحشر يدل على الضيق، فالحشرة تحشر نفسها في مكان ضيق فسميت حشرة، لأنها جمعت نفسها في مكان أنت تراه لا يتسع لها، لكن سبحان الله دخلت. فسجل الكلمة، تاريخ الكلمة، من أين جاءت هذه الكلمة، هذا كله يؤدي إلى فهم الرسالة المضمنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يأتيك بتشبيه، بكناية، باستعارة، بمثل، كل هذه أشياء يدرسها علم البلاغة، وأنت قد تمكنت من البلاغة فتفهم الرسالة التي جاءتك من الله تعالى في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر السورة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يتخذ وليا من دون الله والعنكبوت تتخذ بيتا، هذا بيت فيه وهن وهذا بيت فيه وهن، وهكذا. التقديم والتأخير، هنا لماذا قدم؟ نحن نرزقهم وإياكم في سورة، وفي سورة ثانية نحن نرزقهم وإياكم، نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم، تبحث فتجد لا، نرزقكم يعني إيش؟ الفقر حاصل وهم يطلبون الرزق، فقال نحن نرزقكم. نحن نرزقهم هو يتوقع أن الأولاد سيأتون بالفقر، فيقول لا، رزقهم سيأتي معهم. تلك الدقة المتناهية. الأدب وهو الوعاء، الوعاء الذي يحتوي على لغة العرب. حينما تقرأ بيتا أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول فيه متاعا للمقوين، من هم المقوين؟ من 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 ما المراد بالمقوين؟ تعود إلى الشعر الجاهلي، أقوت وطال عليها سالف الأمد، وهكذا. فكل كلمة من هذا الكتاب العظيم لها علوم تقوم بها، ارتباط الكلمة بغيرها من الكلمات قام عليه علم النحو، ذات الكلمة وتصريفاتها واشتقاقاتها قام لأجله علم الصرف، علاقة الكلمة بغيرها من الكلمات المجاورة من حيث المعنى قام لأجل ذلك علم البلاغة الذي هو سر إعجاز القرآن الكريم. تأتيك كلمة وكلمة أخرى يخيل إليك أنهما شيء واحد، خاف وخشية. طيب ما الفرق بين الخوف والخشية؟
هل هما شيء واحد؟ قد يخيل إليك في أول الأمر أنهما شيء واحد، ثم بعد ذلك تجد يقول يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن الخشية أعظم من الخوف. تبحث في تاريخها اللغوي فتجد فعلا سبحان الله يقول شجرة خشية، يعني ذاهبة بالكلية، بينما يقول الناقة خوفاء يعني بها مرض، يعني فيها نفس الناقة الخوفاء، لكن الشجرة خشية ذهبت بالكلية. وتجد حتى في ألفاظها سبحان الله خاشبة خاشينا، يعني هذا يسمونه الاشتقاق الأوسط. الخشب قاسي ليس ناعما ليس لطيفا، والخشية أيضا فيها شدة. الله، ثم يقلبون حروف الكلمة الواحدة شيخا خيشا خشية، فيجدون أثناء تقليب الحروف اشتراكا في المعنى وهو يدل على الشدة، فيسمونه الاشتقاق الأكبر. فيقول ماذا؟ خيش، خيش أو الخيش في العامية مستخدم، وهو الذي يقول عنه أكثر العرب مأخوذ من التركية يقول تشوال تشوال تشوال، اسمه في العربية كيس الخيش. الخيش هذا اسم عربي فصيح الذي يتخذ من القنب ومن هذه النباتات الخشنة لكن لأنه قاسي، فخيش هذا تشوال، إذن خشن ليس ناعما. لاحظ، وشيخ الشيخ ليس في لطافة الشاب الصغير أو الطفل، إذن الخشية في هذا المعنى فيها شدة وهكذا. لأجل ذلك قام علم خاص اسمه علم الفروق، علم الفروق اللغوية قائم على التفريق بين ما يظن مترادفا، فقام حشد هائل من العلوم من أجل أن نتدبر التدبر الخاص لكتاب الله. التدبر العام قلت يستوي فيه الجميع، التعظيم الاحترام الاستجابة لكلام الله سبحانه وتعالى، أما التدبر الخاص الذي هو لأهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الذي يحتاج إلى آلية خاصة وإلى حشد هائل من العلوم، ومنها عصب تلك العلوم ألا وهو علم أصول الفقه. كيف تستنبط؟ كيف تفهم؟ كيف يكون هذا الكلام مثمرا؟ هنا مطلق، هل يجري على إطلاقه أم يقيد؟ طيب قيد في مكان آخر، هل هذا القيد يشمله أو لا يشمله ضمن آليات متشعبة تدرس على حدة؟ ولذلك حينما أرى ذلك، طبعا قبل ذلك كله علم التجويد الذي هو يشبه حجج الإسلام الغزالي بعلوم القشر مثل البرتقالة أو التفاحة أو الموزة، هذه بدون قشر ستفسد، لكن القشر لا يؤكل لكن لا بد منه حتى يحفظها، فهذه علوم القشر، هذه لا بد منها للجميع. هناك علم آخر اسمه علم القراءات، ما هو القراءة هذه حينما اختلفت تغير المعنى، والقراءتان كآيتين فكل قراءة تخدم القراءة الثانية وتعطي معنى أحيانا لا يتضح المعنى إلا بالقراءة الثانية. فإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما معنى تفريق الدين؟ فتأتيك القراءة الثانية تقول إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، إذن مراد به تفريق المفارقة، التجمع الذي يخرجهم عن دين الإسلام وهكذا. فعلم القراءات حينما يتكلم المختص عن هذا الحشد الهائل من العلوم التي استهلكت فيها أعمار الرجال وأعمار خاصة الخاصة من الرجال الراسخون في العلم، استهلكت حياتهم في خدمة هذا النص المقدس، تأتي بعد ذلك إلى إنسان غير مختص، طبيب، مهندس، صيدلي، لا أقولها والله على سبيل الانتقاص، ما هو في هؤلاء علماء، من هؤلاء من فضلاء العلماء، لا أقصد هذا، ولكن لم
يأخذ لم يدرس العلوم الشرعية كالعلوم الدنيوية التي درسها، ثم يلقي بعد ذلك إلى الناس خاطرة. هذه الخاطرة هي من قبيل التدبر العام، والتدبر العام هذا يستوي فيه العالم والجاهل، وإن كان صاحب النظرة يعني المختصة في علم من علوم الجيولوجيا أو البيولوجيا أو غيرها ربما يكون عنده دقة من حيثية معينة لأنه مهتم بهذا الأمر، ولكن هذا لا يغنيه ليفسر كتاب الله. بعد كل هذا يقول انظر هذا يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجد الإنسان الذي قيل إنه يفسر كتاب الله ويبحث عن إعجاز القرآن الكريم إنسان لا يتجاوز المستوى الابتدائي في فهم النص المقدس، ولكن بأسلوب لطيف، بقصص كثيرة مساعدة، بعلوم تربوية، بلغة الجسد كيف يخاطب الناس، استطاع أن يؤثر على عقول الناس، لكن النتيجة ما هي؟ صفر. النتيجة صفر. لماذا؟ لأن أعماله لم تجعلهم يتفاعلون مع كتاب الله سبحانه. لاحظ مثلا جهود الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي، لماذا أثر في الناس ذلك التأثير البديع؟ لأنه مختص وعنده تدبر صحيح وفهم عميق، وعرف ذلك الحشد الهائل من تلك العلوم وسخرها، واستخدم شخصيته وذكاءه الفطري والصناعي من أجل أن يبلغ تلك الرسالة للناس، فتفاعل الناس مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله كنوز لكنها ليست متاحة لكل أحد، تحتاج لمن يحسن استخراجها، وإذا ما استخرجها تحتاج إلى من يحسن عرضها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.